بالنسبة لنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفريق تتحمل الإدارة، ما يتحمل لا مدرب ولا جمهور. إدارة نادي النجف مشاكلهم قابة بيناتهم، وخارج أسوار النادي أكو علم قاعد تمشيهم، وأشكالك بنادي النجف. لا محافظ يقدر على نادي النجف، ولا مسؤول مجلس محافظة جانا خلي باوع هذا النادي. هذا النادي أزيد فلوس اجتنا بهذا الموسم 4 مليارات، ومن غير فلوس المحلات وإدارة النجف تاخذ الراتب مليون. أنا أعتب عليه من أعتب على هاي الإدارة، يا إدارة النجف عيب عليكم عالم تمشيكم خارج أسوار النادي وتخافون من عالم فحيروا بناديكم. أنتوا اجيتوا إدارة مو شرعية، أنتوا جيتوا إدارة مو شرعية، جابوكم على مود أشخاص غطيلي وغطيكم وقعدتوا بالبيوت وخليتوا هاي الإدارة، فإحنا نحملكم كافة المسؤولية. عندنا أحسن فريق، عندنا احسن فريق، هذا الفريق ماكو ينافس بالمربع كابتن، البي محمد قاسم بي. يعني لاعبين بنص مليار بحياتنا، احنا ما نجيب لاعب لاعبين بنص مليار. فاحنا الكلمه هذا الجمهور كله متبهدل، هذا الجمهور طلع بالخمسه الصبح ماكو، احنا حلوقتنا يابسه. انا بالنسبه لي منتسب، هسه جيت للعبه وباكر هم راح اداوم اروح للدوام على مود على مود نادينا. يعني هذا الجمهور هسه مو خطيه كله، يا اخي اصحوا، انتوا اصحوا اصحوا كافي، مو يوميه يا حاجيك. الموسم الجاي انت راح تنطلب لك مليار الى مليار ونص. هاي اللاعبين جبتوها كلها، من جبتوا هاي اللاعبين وطردتوا ابناء النادي تتحملون المسؤوليه تو. هذا الجمهور هسه واقف وياكم، والجمهور كله مساندكم ويلحقكم للبصره وين ما كان يلحقكم. كل خلل ماكو باي شخص، لا بمدرب لا بلاعب، تتحمل الاداره. جابونا 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 الاداره، ثق بالحسين، اداره فاشله، اداره احسب احسب على هاشم، على هاشم ارد احكي بالكلام العليم، على هاشم قعد ويا العالم وقعد ويا العامه بالليل، وهو على اسناد ياخذ رئاسه النادي راح على الماليه، لان الماليه بيها فلوس، ماليه بيها فلوس عمي، والمحلات لخبتها الاداره. ثقوا بالحسين، وكلهم مو رياضيين، مو رياضيين، صارت عندهم بيوت وصارت عندهم شقق. وهسه حاليا الناشد المحافظ الجديد ترى قاعد يطبوا لك من نسوان من عوائل قاعد يطبوا لك. افتهموا يا مجلس محافظه، يا محافظه النجف، يا مسؤولين بالنجف، عيب عليكم تقولون احنا رياضيين بمدينه النجف، عار عليكم وتستحون على نفسكم، فانتوا بصمات عار عليكم. ولا اسمع من عندكم سوالف بنادي النجف اسمع كلام، لا تلزمون القهاوي. هاي اداره اجتنا ابسط الاشياء، اكو مساعدين هسه كانوا يتعاونون النجف ايش وقت يخسر، هسه صايرين مساعدين والله العظيم يدفعون حتى جمهور على نادي النجف، فبصمات عار عليكم ما تستحون. اعتقد اليوم فريقنا قدم مباراه ممتازه،